السلام عليكم ورحمة الله. تداول مغردون على موقع تويتر مقطع فيديو لصاحبة متجر لبيع الحلويات وهي تبكي بحرقة بسبب سوء تعامل الزبائن معها وإلغاء طلباتهم. وظهرت صاحبة المتجر في مقطع فيديو نشرته على حسابها في تطبيق تيك توك وهي تبكي وتستعرض منتجاتها والطلبات التي تم إلغاؤها من جانب الزبائن. أسوي وأفعل وألقى كذا الزباين معي، هذا مو بأول زبون يسوي معي ذا التصرف، هذا خامس زبون حرفياً جالس يتعامل معي بهالتعامل القذر. يعني أنا من الظهر أنا ما نمت إلا 3 ساعات، قمت اشتغلت على شغلي وتعبت وطلعت الظهر وبسم بالله ولا أوبر لقيتها من بيت للخضار ماشي الساعة 12 ونص وأنا قاعدة أمشي، أخرج لا واتساب ولا اتصال ولا شيء، وقال لي أنا راح أحول لك وما أدري إيش. دام إن أنتوا أساسا تبغون تطلبون مني، ليه طيب تعلقوني وتخلوني أسوي وأفعل وما ألقى شيء؟ جد يعني أنا غبنت مرة، يعني ضاق صدري تعبت، يعني ذا الشغل كلفني فوق السبع. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.